ألف ليلة. تفتكرها وتحكي معانا والناس هنا وهناك شايفانا. وتحكي معانا والناس هنا وهناك شايفانا. مستنيين يعرفوا على نار ازاي دخلت الجنة الليلة. مشاهدينا في كل مكان مساء الخير، واهلا بيكم معانا في ليله عمر جديده. وعلى طريقه الافراح والليالي الملاح يتشرف المعد الصحفي حازم الحديدي، المخرج نبيل عبد النعيم، وانا انجي انور بدعوتكم لحضور حفل زفاف المصري اللي استطاع فعلا وبسرعه الصاروخ انه ينتقل من مقاعد المتفرجين لصفوف النجوم. عرسنا النهارده ماجد المصري. ليلي يا عيني الفنان ماجد المصري، اهلا بيك في ليله العمر. اهلا بيكي وكل سنه وانت طيبه والساده المشاهدين طيبين. كل سنه وانت طيب. احنا هنبتدي من البدايه بنقول ان كل واحد فينا ليه ليله عمر مش ممكن ينساها، فهل في ليله معينه ماجد المصري بيعتبرها ليله العمر وما بينساهاش ابدا؟ يعني متهيألي اقرب ليله عمر للانسان هي اول فرحته بجوازه. عشان ما نجيبش مشاكل يعني في البيت يعني، فهنقول ان هي اول ليله عمر في حياتي حقيقيه كانت جوازي من منى. طب نرجع قبل يوم الجواز، اول مره شفت فيها منى كان امتى؟ في ليالي عمر كتير قوي بقى يعني. لا اول مره قابلتها فيها. اول مره كانت الساعه 6. لا احنا اول مره كان احنا هي كانت بتدرس في طنطا وانا كنت بدرس في طنطا، وكنا نعرف بعض بس ما كانش موضوع الجواز ده قائم خالص. كنت ولا تعرفوا بعض ازاي؟ طنطا صغيره قوي، ومنى كانت في كليه الاداب وانا كنت في كليه شريعه، فبس انا كنت بروح عندهم الكليه. كنت طالب في كليه الاداب وانت بس بحضر في اداب مش شريعه بس بحضر في اداب يعني. بعدين اتعرفنا لان منى طبعا كانت بتغني وانا كان برضو عندي فرقه وبغني وكده، فكنا نعرف بعض يعني من المنطلق ده يعني. بعد كده كوننا ثنائي وغنائي باسم ماجد ومنى، وبعدين جينا اشتغلنا في اسكندريه فتره وجينا القاهره، فبدا الحب هنا ينتشر ويتوغل. ازاي اول مره قلت لها ايه يعني؟ لا ما بقولش خلاص يعني. اصل برج الحوت ده عنده الانا عاليه قوي، عارفه ازاي؟ ولكن يعني هو احنا كان بينا علاقه شديده جدا واستمرت فتره، وبعدين قلت لها احنا لازم نتجوز فعلا يعني. حسيت ان انا مش هينفع اعيش من غيرها. قالت لك ايه على طول؟ قالت لي بابا على طول، كلم بابا. ف الحاج حسن طبعا يعني من الفنانين الجمال اليوم الفضل عليا، وبعدين طبعا قال لي بص المثل بيقول يعني اختار لابنك ما تختارش لبنتك، وفي ثانيه اختار لبنتك وما تختارش لابنك. وانا قلت ايه؟ اما زي مهله بيا ولا بياكلوا ايه الحلاوه والطعامه كان سبب ايه عشان البيت
فيتا 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 فيتامين. فيتامين ايه؟ فيتامين ا. فيتامين ايه؟ فيتامين ن. فيتامين ايه؟ فيتامين ا. فيتامين ايه؟ I'm happy.